للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من ذي قار محافظها المقال يحيى الناصري. أستاذ يحيى مرحبا بك، كيف تعلق على قرار مجلس محافظة ذي قار سحب الثقة منك وتوقيت سحب الثقة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك أخي العزيز ومشاهديكم الكرام. بالنسبة لموضوع الإقالات وموضوع الاستجوابات اللي حصل هذه الفترة مع كثير من المحافظات، مثل ما تعرف هناك في الديوانية أيضا إقالة، هناك في كربلاء أيضا إقالة، كذلك في البصرة أيضا مشروع إقالة. هذه المشاكل حقيقة حدثت مع أول موازنة تدخل بعد 5 سنوات من انقطاع الموازنات. أنا أعتقد هذا مؤشر ممكن أن يدخلنا هل هي قضية مساومات سيادة المحافظ؟ يعني بلا شك الآن بدأ اللعاب يسيل أمام كيف تثبت هذا الكلام سيادة المحافظ؟ شلون تثبت لنا هذا؟ يعني لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثير. لا، أنت سيادة المحافظ عفوا يجب أن تدخل في التفاصيل حتى تطلع المشاهدين والشعب العراقي ما الذي يجري في مجلس المحافظة، إذا كانت لديك حجة يعني أمام من اتهموك بهدر المال العام وملفات فساد. أنا موجودة الملفات عندي، أي موجودة 26 سؤال توجه لحضرتك. نعم، إذا تسمح لي أكمل. تفضل. أنه بالتأكيد أنا اعتقادي أن هذه المساومات أو هذه المناكفات السياسية اللي موجودة اليوم هي جزء مهم من حركة الانتخابات القادمة. احنا على وشك الدخول في الانتخابات العام القادم الشهر الرابع كما حدد مجلس النواب، وبالتالي أعتقد أنها فرصة كبيرة لمن يريد أن يدخل إلى المحافظة ويستغل كل إمكانياته وقدراته وإمكانياته الفنية ودوائرها بالإمكان الاستفادة من الانتخابات القادمة. احنا نتحدث اليوم عن موازنات وإن كانت بسيطة، لكن هي للمرة الأولى تدخل المحافظات منذ 5 سنوات، وبالتالي أنا أعتقد اليوم عوامل النجاح للقادم تكون أكبر وأكثر، وتحمل المحافظون السابقون كثير من المشاكل الفنية والإدارية نتيجة نقص الموازنات وتوقف المشاريع مثل ما تعلم. واضح. بالتأكيد هذه الأسئلة التي طرحت يعني من خلال الأخوة في مجلس المحافظة، نعترف أن لمجلس المحافظة حق المراقبة والمتابعة وأيضا المحاسبة، لكن ضمن سياقاتها الإدارية هذه النقاط اللي أمامك جنابك تشوفها. نعم. مكتوب بها أنه يعني سيادة المحافظ فقط سؤال اسمح لي سيادة المحافظ، الوقت قصير وأود أن أسألك أسئلة كثير، لكن أنت سئلت عن قيامكم بصرف 72 مليون دينار عراقي، يعني وهناك مستندات، أولا مواد ضيافة وصيانة عجلة ومواد ضيافة لدار الضيافة، أيضا كلها مواد ضيافة سيادة المحافظ 72 مليون دينار، اشرح لي. بالتأكيد احنا نتحدث عن هذه النقطة من خلال ديوان الرقابة المالية اللي ذكرها في تقريره. نعم. الأولي، وكما يعلم كل المدراء والدوائر أن هناك ديوان الرقابة المالية يكتب في تقريره الأول ينتظر الإجابة من المحافظة لشرح هذه التفاصيل، وقد شرحت المحافظة ذلك، وهذا التقرير اللي أمامك. نعم. هو لعام 2015، وبالتأكيد أجابت المحافظة وأغلق الملف في حينها. كل النقاط اللي موجودة الآن، جميل أن نتحدث عن 72 مليون دينار والأجواء الأخرى تتحدث عن المليارات وعن الهدر وعن يعني نحن نتحدث بما هو موجود كبيرة. سيادة المحافظ دعني أسألك، أنت مقرب من دولة القانون. أنت مقرب من دولة القانون وحزب الدعوة بين قوسين بالتحديد، ومن طلب استجوابك هم أعضاء في دولة القانون وفي حزب الدعوة، لا ترى في هذا أنه ليس استهدافا سياسيا بل لتصحيح يعني مسار المجلس المحافظة أو يعني المحافظة؟ خلي أكون صريح وياك إذا تسمح لي، خلي أكون صريح وياك. في المرة الأولى في الإقالة الأولى كان هناك استهداف من قبل الآخرين على أساس من هم الآخرون؟ المحافظ مقرب من المالكي، واليوم الطرف الآخر يستجوب المحافظ على أنه مقرب من العبادي، وهذه المصالح التي تتقاطع اليوم تأتي على حساب أجواء سياسية وعلى حساب خدمات وعلى حساب محافظات. أنا أعتقد هذا الموضوع بصراحة متعب للجميع، لا يمكن أن تستمر المحافظات. طيب. بهذه المناكفات السياسية. طيب
بحسب المعلومات وأنت تابعت التقرير، أهالي المحافظة ممتعضون من يعني قالوا أن قرار الإقالة جاء متأخرا بسبب نقص الخدمات وأنكم لم تقدمون أي شيء للمحافظة، كيف ترد؟ أنا أعتقد على العكس من ذلك، لدينا مشاريع استراتيجية كبيرة. ما الذي تنفذ من هذه المشاريع؟ عملنا على إنشاء مطار ذي قار، وكذلك موضوع الأهوار والآثار، وكذلك مجموعة من المشاريع البنى التحتية، وأيضا شركة نفط ذي قار. هذه مشاريع استراتيجية عملت عليها المحافظة بكل جدية وأنجزتها، صحيح لعدم كفاية المخصصات المالية، لكن بالتأكيد هي مشاريع لمستقبل المحافظة، ولم تكن موازنات لمحافظة ذي قار والمحافظات الأخرى. هذا ما يعني استطعنا أن نعمل عليه، وأن تكون المحافظة مستقرة أمنيا ومستقرة اقتصاديا، بالإضافة إلى استثمارات كثيرة افتتحت في محافظة ذي قار وحتى في مناطق الأهوار. لم تأتي هذه الأجواء الاستثمارية من دون جهد ومن دون تعب، بدون يعني مشاركة المحافظة وأبناء المحافظة جميعا من أجل استقرارها وبقائها، وهي رابع محافظة سكانية كما تعلم. استقرت هذه المحافظة خلال هذه السنوات ولم تجد فيها لا مشاكل عشائرية كما المحافظات الأخرى، ولا مشاكل يعني أمنية كما كثير من المحافظات التي يعني أسيء لها بالجانب الأمني. سيادة المحافظ، دعني أختم معك هذا اللقاء بسؤال، ألا تتفق مع من يقول أن الشخص المسؤول الذي يتمتع بحس المسؤولية واحتراما لعمله يستقيل إذا لم يوفق في عمله، يعني حفظا لماء وجهه؟ بالتأكيد. ألا ترى نفسك مقصرا في عملك؟ أبدا، لم يكن هناك أي تقصير. المحافظة عملت بكل جدية بإمكانياتها وطاقاتها وقدراتها، وبالتالي هذا ما استطاعت أن تعمل فيه من خلال الحسابات الرقمية بالنسبة للموازنات والأموال والتخصيصات التي لم تكن للمحافظة وكذلك المحافظات الأخرى. وبالتالي لا أرى هناك أي تقصير من جانب المحافظة تجاه الخدمات، لكن أيضا هناك يجب أن تكون جهود متكاتفة ما بين الجميع، ما بين الجانب التشريعي والجانب التنفيذي، وهذه الخلافات بالتأكيد تسيء إلى هذه الخدمات وتوقف كثير من مشاريعنا التي كنا نطمح أن نوفق في إنجازها للمحافظة. يعني قبل أن أختم معك فقط أذكر خبير القانوني علي التميمي ذكر في نشرة سابقة، قال أن مجالس المحافظات بالأساس يعني عمرها القانوني انتهى منذ 2018، وبالتالي لا يحق لها أن تقيل أو تصدر أوامر، وبالتالي هناك يعني دعوات إلى إعادة انتخاب إجراء إعادة انتخابات مجالس المحافظات. على العموم عبر سكايب كان معنا من ذي قار محافظها المقال يحيى الناصري، شكرا جزيلا لك سيدي.